انا يلا كملت 20 عام غير هاد العام ان شاء الله، ووقعت لي واحد الحادثة وانا عندي 18 عام. صافي بدلت لي الحياة ديالي من الاول حتى الاخر ديالها كامل. كنت كنقرا وكنت ناوي ندير شحال من حاجة في الحياة ديالي، وصافي كلشي تبدل. هاد الاكسيدون هادي بدلت لي الحياة ديالي من الاول ديالها حتى الاخر ديالها. صافي دابا من بعد تداس تقريبا 2 عام السونتر قالوا عليا لهاد البروجي هذا غادي يديروا مدرسه وسط السونتر اوسبيتالي النور، وقالوا شي صراحه شي حاجه مزيانه وزوينه بزاف، غادي تعاون كل شيء، غادي تحيد عليهم الملل شحال من حاجه، ما يحسوش بالمرض، غادي يديروا لهم فاش يتلهاو، وغادي صراحه غادي يديروا لهم مجهود كثر باش يديروا ترويض كثر باش يقدروا يوليو مزيان. انا متاكده هذا البروجي هذا غادي يعاون شحال من واحد كاين في السونتر، حتى شحال تقريبا نصف السونتر كامل داخل ديبرسيون كثيره بزاف، حيت ما يمكنش كيكون واحد واقف على رجليه حتى بالليل ونهار، حتى كيولي في كرسي متحرك يعني قاصحه مازالاش. مني انا وجبت شكون اللي قال انا غادي نكون جالسه في الكرسي؟ ما كنتش عارفه حتى انايا، حتى والحمد لله على كل حال. صراحه هاد المدرسه هادي غادي تعاون شحال من واحد. انا كنت كنقرا بحالي بحال كاع الدراري في الاولى باك ديالي، درت واحد الاكسيدون، هذيك الاكسيدون نقدر نقول لكم بدلات لي بزاف ديال الحوايج في حياتي، ولكن الحاجه اللي ما بدلاتش فيها هي داك الاصرار وداك كما كنقولوا هذيك روح القتال اللي كان فيا. داكشي علاش ما انقطعتش على الدراسه واخا الاكسيدون، وخا بزاف ديال الظروف قدرت نكمل الدراسه ديالي وخديت الباك ديالي. موراها خديت الاولى باك ديالي، عاد الباك ديالي خديته وانا اوسبيتاليزي في سونتر نور. قدرت نواكب العلاج ديالي وفي نفس الوقت نواكب الدراسه ديالي، وخا كانوا بزاف ديال الصعوبات ولكن الحمد لله قدرت نديرهم. وهذوك الصعوبات اللي انا دزت منهم ما كراش بزاف ديال الدراري ما يدوزوش من نفس الحاجه اللي دزت منها انا. هذاك الشيء على سونتر نور غيدير واحد المشروع اللي غينفع الاطفال بزاف. انا كنشوفهم كيلقاو بزاف ديال العراقيل قدامهم باش يقراو، كيلقاو بزاف ديال الصعوبات، وكاين منهم اللي ما كيكملش الدراسه ديالو ولا حتى ما كيبداهاش حيت الظروف ما كتسمحش ليه باش يبدا. وهذا الشيء اللي غادي توفروا بزاف في المدرسه وسط من المستشفى اللي غادي دار ان شاء الله في سونتر نور. وانا فرحان اليوم حيت جيت هنايا باش نهضر على هذا الشيء، باش واخا نوصل غير شويه من المعاناه ديال هذوك الدراري والوالدين ديالهم بالاخص، حيت الوالدين هما اللي هازينهم، هما اللي مكلفين بهم، هما اللي باغين يوصلوهم، حيت الدراري الاطفال ما عارفينش. انا مازال كنت عارف وقدرت عارف شنو تابعني وعارف شنو خاصني ندير، قدرت نواكب داك الشيء وقدرت نواجه داك الشيء اللي الاطفال ما غاديش يعرفوه ولا ما غاديش يقدروا يواكبوا ديك الصعوبات، حتى غيكبروا غيعرفوا ما غيلقاوش، غيلقاو بلي يمكن فاش بزاف فاش عليهم بزاف، واللي هادشي هو اللي غتوفروا لهم ان شاء الله المدرسه اللي غدار في سونتر. قيدت ولدي في المدرسه جايبيه للدار، ضربتنا طوموبيل، مشينا للسبيطار، ولدي دخل الغيبوبه لحد الان وبدا كياخذ العلاجات. كنشكرو 1.6 شهر دابا، وشكرته كنشوفها في الدار دابا كيزيد ليا الدموع فين ما شفت الشكاره ديالو. عطاونا الكتب في المدرسه وداك فين ما شفت الشكاره ديما كنتخيلو كان كيقرا وفرحان به وكل شيء. 11 سنه دابا والوليد كان كيقرا مزيان وغادي مزيان وكان حويداك. المهم ملي وقعت الواقعه امنا بالقدر، خرج من الانعاش قالوا لنا خصو يدير الترويض ضروري، مشي شي سونتر يدير الترويض. جينا لسونتر نور تعاونوا معنا الله يرحم الوالدين الوداديه حتى هي ما خلاوش جهدوا بصراحه، وغادي دابا ممكن تحسن دروكا كيعطيو البوادر بانه بيفيا. وكنفكر دابا الا فاق ليا كي غندير الدراسه ديالي مع دري بدا ازيرو، شو ما عرفتش وين هاد البادره. الحمد لله بحال الا بدا كتفتح لي واحد الباب كطمئن، يعني بان المستقبل ديال ولدي بعد هذاك الوليد ما غيكون بحال خوتو، واخا تكون عنده اعاقه
يعني راه با يمشي في الدراسه. المهم بدا الله الا حيدوا لي واحد الغمه على قلبي والله العظيم، وكنتمنى خير ان شاء الله والله يجازي الجميع. ما يفقدش الامل دابا، دابا بحال الا حيد زرعتوا لي الروح ثاني، لان هذاك الدري حيت واخا معاق بيكون عنده عارف يكتب عارف يقرا عارف يتهزوا واحد الدرجه السلم باش يكون قد علميا وذهنيا مع الناس اللي قراو، ماشي بحال الا كان ما قاري ما والو. لا لا بادره مزيانه، بادره انا والله الا فرحان بها بالله.